الخولة. بنت الحي. بنتك الحقيقي؟ بنتك من لحمك ودمك يعني؟ من لحمي ودمي. بعدين سيادة العميد، عفوا منك يعني، انت ليه عم تخبرني امورك الشخصية؟ انا بالنهاية مجرد ضابط بيخدم تحت امرتك، يعني ما في داعي تقول لي اياهم لهدول. لانه بده اياك تكمل الطريق لوحدك هلا من دوني. امير ما تاخذها شخصية، كنا عم نعمل شيء منيح، ما تدمر كل شيء بنيناه سوا من ورا غلطة أنا عملتها. عم بترك حتى تكمل أنت، اعتبره رجاء خاص. أنا اضطريت أكذب عليك بصة حيان، حاولت حطك بالصورة من قبل بس ما قدرت، لأنه الموضوع مثل ما هو تقيل عليك تقيل علي. وخولة، إذا إلك ما قدرت أحكي، كيف بدك يعني أحكي لها؟ بدك تخبرني قصة خولة من أولها لآخرها. أما لخولة، عشيت علي واحد من رجالي، قاسيت على كرامتي، وأنت بتعرفني أنا غدر الغريب ما بسامح عليه. كيف غدر القريب؟ قتلت اللي أمه؟ قتلتها وقتلت عشية. ما بعرف هديك اللحظة ليش ما قتلت خولة، ما أني كنت مفكرة بنتون. بعد فترة طويلة لما عرفت أنه خولة بنتي، خليت رجالي يدوروا عليها، لقوها عند حيان، رحت جبتها وجبتك معها. ما بعرف شو بدي اقول لك، منيح انه خولة هربيت بحما بيها، بس بيها هذا لأمه. حط حالك محلي، شو بدي اقول لها؟ بدي اقول لها امك عايبة، حطيت راسي بالطين، قتلتها لدافع عن كرامتي.